ازيكم يا فانزاتي ومتابعين قناتي، وحشتوني قوي. عشان كده قلت اعمل لكم النهارده مشروب تحفه انا دايما بعمله في البيت، قلت اعمله لكم عشان تجربوه وتنبسطوا من طعمه. وهو مشروب كيك الشوكولاته، احلى من الكافيهات. خليكم في البيت بقى وانا اجيب لكم الكافيه لحد عندكم، وما تنسوش تشتركوا في قناتي عشان يوصلكم كل وصفاتي. مقادير المشروب اللي معانا، معايا هنا كيكه شوكولاته انا مقطعاها، هنا هي بيتي مش جاهزه، انا مقطعاها قطع. معايا معلقه كاكاو كبيره محلاه مش كاكاو خام. طب ايه الفرق بين ده وده؟ الكاكاو المحلى ده بسكر، الخام ده بيبقى الكاكاو اللي هو التقيل المر اللي بيبقى غامق شويه. معايا هنا معلقتين سكر، والسكر برضو حسب الرغبه. ومعايا كوبايتين لبن. جبت الخلاط اللي هشتغل فيه، واحط دلوقتي بسم الله كوبايتين اللبن. وهحط الكيك دلوقتي، ده كيك بيتي جميل جدا، يعني لو عندك كيك بصراحة ده كنز في البيت، تعملي منه احلى مشروب بتعيدي استخدامه تاني لو محدش هياكله. واحط السكر زي ما قلت لك، السكر حسب الرغبه، ومعلقه الكاكاو. هنشغل الخلاط. بعد ما ضربت المشروب في الخلاط وخلصته، حضرت الكوبايات وهبتدي دلوقتي احط الصوص. انا عايزاه ايه؟ عشوائي كده، مش عايزاه ايه ياخد شكل منظم، بيطلع تحفه قوي قوي في الكوبايات. انا مستخدمه الصوص ده عشان بيبقى تقيل، واول ما بصب المشروب عليه مش بيروح، بيفضل يديني الشكل الحلو الجمالي ده. بس كده هعمل الكوبايه الثانيه. زي ما قلت لكم عايزاه شكله عشوائي كده، بيدي شكل تحفة. خلاص كده هنصب دلوقتي المشروب الجميل بتاعنا، مش هنخليه للآخر عشان هنحط فيه كيكة شوكولاتة على الوش. من هنا نصب الكوباية التانية. شايفين بقى شكل الصوص تحفة. معايا هنا للزينة كيك شوكولاتة قطعة برضو بيتي جميلة، ومعايا مارشميلو نحط كده هنا، حاجة كده بقى ايه تحفة. والزينة حسب رغبتك برضو تزيني بالطريقة اللي تعجبك. تمام كده هنزين برضو الكوباية هنا، ونعملها لاولادنا ولو مره في الاسبوع. احنا بنعمل كيكه في البيت على طول كتير، كيكه شوكولاته اللي يفيد ناخده ونعمل بيه المشروب الجميل ده. حاجه تحفه ان الواحد يبقى بيشرب العصير وفي نفس الوقت بياكل معاه كيكه الشوكولاته. جربوها بس كده ايه، هتنبسطوا منها جدا. ونحط هنا فوق كده قطع المارشميلو الجميله. وزي ما قلت لك الزينه حسب ذوقك وحسب رغبتك. ده شكل المشروب بعد ما خلص، حاجه كده روعه. كيك الشوكولاته بقى والصوص والمارشميلو، جربوه بقى وقولوا لي ايه رايكم.